الخير واهلا بيكم حلقه جديده وهنا العاصمه. دي حلقه نهايه الاسبوع، واحنا قررنا كل فتره كده، مش كل نهايه اسبوع ولكن كل فتره كده، ان احنا نغير ونجيب لكم حلقه من بدايتها لنهايتها في موضوع معين ملوش علاقه بالاخبار ولا بالسياسه ولا بالاقتصاد ولا حاجه. المره دي قررنا ان احنا نعمل ده على السوشيال ميديا، والسوشيال ميديا فجاه في مصر عليها مواهب من كل الانواع وكل الاشكال. بنشوف كوميديانات على السوشيال ميديا، بنشوف غنى على السوشيال ميديا، بنشوف طبلة على السوشيال ميديا، بنشوف افلام، بنشوف مواهب كتيره جدا. المواهب دي مش لاقيه انها تطلع في قنوات معينه او قنوات يمكن زي التلفزيون وكده، فبتطلع على هذا العالم الغريب. وفجاه الشاب او الشابه او الولد او البنت بيلاقي نفسه عنده ايه؟ مليون لايك ومليون مش عارفه شير وحاجات، فبقت اللغه دي هي اللغه الاساسيه اللي في هذا العالم الافتراضي، لايك وشير ومش عارفه ايه والكلام ده كله. احنا قررنا ان احنا نجيب نجوم السوشيال ميديا، بعض نجوم السوشيال ميديا دول بقوا على التلفزيون، لكن احنا قررنا نجيب نجوم سوشيال ميديا موجودين بس على السوشيال ميديا، دول نجوم الشباب، يعني هم دول نجوم اللي الناس بتحب تتفرج عليهم، بيتكلموا في الأخلاق، بيتكلموا في السلوكيات، بيتكلموا في المكياج، بيطبلوا، بيعملوا أفلام. يعني الحقيقة احنا لما دورنا وقعدنا بقالنا فترة بندور عن المواهب دي، لقينا ان في مواهب كتيرة جدا، وقررنا ان احنا نخرج بالمواهب دي من العالم ده، من عالم السوشيال ميديا، عالم اللايك والشير، لعالم التلفزيون. النهارده ضيوفي يمكن شهرتهم في حته معينه، لكن كل واحد فيهم له اكتر من مليون فيو واكتر من مليون مشاهد بيتفرج عليه على السوشيال ميديا. من السوشيال ميديا للتلفزيون، دي حلقه خاصه جدا، حلقه نهايه هذا الاسبوع. قررنا ان احنا نغير شويه ونجيب لكم نجوم اكيد انتوا تعرفوهم واكيد الناس تعرفهم. انا شخصيا بالنسبه لي ده حاجه جديده جدا، لان انا يعني مش بخش كتير قوي على السوشيال ميديا. نيجوا نجوم السوشيال ميديا، دي حلقتنا النهارده على هنا العاصمه. اهلا بيكم النهارده في اولى حلقاتنا من برنامج اصحي هنا، الموضه عندنا. هي كلمه ورد خطوه، مش هروح يعني مش هروح. بابا فين اليونيكورن؟ من هياخدني في حضنه يا غالي. معلش صوتي وقت صوتك شويه مش قادر. احنا خلاص خدنا 0 من 10 في حصه التماثيل، حوت معدي. ازاي تبقى ان في الساحل الشمالي؟ بتقدم على فيزا في السوبر ماركت؟ اهلا بيكم في برنامج هنا العاصمه. معنا النهارده استاذه، اسم حضرتك ايه؟ لميس، لميس الحديدي. اوكي لميس، بتعملي ايه لميس؟ يعني بشتغل في التلفزيون. مذيعه. انا شفتك حضرتك لميس الحديدي. اهلا وسهلا بحضرتك. تمام. انا مش هطول على حضرتك شويه عشان انا يعني بحب، انت فاهمه يعني. هنشوف فيديو ليا بقى. الفيديو ده يعني صراحة أنا بحبه، يعني طيب جدا وكده وعلى قلبي زي الفل، والناس كلها بتحب. مبوظه يا لميس، مزعيش مني. لا أنت من الأول هتبتدي كده على طول تعملي فيديوهات؟ يعني مش هتتكلمي، مش أنا ضيفة يعني قبل ما تعرضي الفيديوهات تسأليني حاجة. عايزين أتكلم معاكي وكده وكده. يعني الضيف لازم يتكلم، يعني أنت ليه؟ أنت المذيعة، أنت عاملة زي، لا هتقعدي تتكلمي لوحدك؟ طبعا حضرتك يعني ما أنا مذيعة. أنت عاملة زي لميس بجد. جدا. بجد بتتكلم لوحدها، مش بتخلي حد يتكلم خالص. خالص يعني ما ينفعش كده. يا جماعة دي آية مصطفى، خلوني بس أعرفها لكم الأول، دي آية مصطفى وهي بتتكلم كده على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا. طب نتفرج على التقرير بتاعها وبعدين نرجع، هي هتكمل برضه. بتقولي وحدك وبقولي وحدي وبتتسمع وحدي. حبيبي حبيبي فالنتاينز دي، لازم تكون مبسوط النهارده، اوعى تكون متضايق. اليوم ده ما ينفعش تكون متضايق فيه ابدا. سوري. وهي حال تصحيك من نجمة كل شوية تقولك أنا هولي أنا هولي، توديها للدكتور وتدفع الشيء الفلاني ويقولك لسه، واليوم ما تولد ما تسمعش نفسها،
تلاقي نفسك قاعد في الشغل بتاعك وامها بتكلمك تقول لك انت جت تعبان، هتقول لي بحبها هديك بظهر ايدي على حنطور وشك اخنفك. في بنتين كمان بعتوا لي تويتر بتقولوا لي انا عايزه اعرف ايه اخر الميك اب، الميك اب يعني الموضه ديت خفيف جدا، حاجه يعني بخ بسيطه قوي، يعني احط كده في وشي كله عشان ابان بيضه وجميله، باخد كده بدل ما بخلش على نفسي اطلاقا، عمري بدخل على نفسي يعني، واحط على حواجبي ابينها عشان هي اختفت جدا من وشي، مفيش حاجه يعني مفيش حاجه يعني في الدنيا تخليك تتخلي على نفسك. واحط الروج، لو انت مثلا ما عندكيش حسنه نفسك فحسنه اوعى تحرمي نفسك من اي حاجه، حطي في حسنه في المنطقه اللي انت عايزاها، محدش هيقولك لا. يخرب بيتي قمر. شفتي العسل ده؟ ايه ده؟ شفتي ايه ده؟ والله العظيم جميله رهيبه. وايه الحواجب دي يعني جبتي ايه ده؟ ايه ده؟ ابينها اظهرها، ما اصلي حطيت فاونديشن وملامحي اختفت من نسيمها تاني بقى. ده انت شبح. ده ايه ده؟ ده يا جماعه اوكي، انتوا شبح ازاي؟ دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ مش عارفه، حاسه ان شكلك وحش قوي هنا. ايه اوكي يا جماعه، انتوا جايبين ضيفه تتريق عليا؟ ما ينفعش كده. استاذه ميس، حضرتك مذيعه وعارفه المواضيع دي كلها، ما ينفعش تتكلمي كده مع المذيعه. انا قمر يعني ما شاء الله. انت شايفه ستات مصر كده يا ايه؟ خالص، انا بس اللي كده. اونلي وان، اونلي وان. ايه قولي لي، انت ايه اللي خلاكي تحبي الفكره دي؟ وايه الفكره دي جات لك منين؟ احنا بيتنا اصلا يعني اهلي وبيتي وكده دايما بنحب الكوميديا، يعني تلاقي بابا دايما بحسه ان هو علي امام قوي، علي امام قوي واكشناته. حتى عمي سمير غانم مثلا بحطهم كده تحت الناس دي، طول الوقت عايشين في الكوميديا وضحك كده، مفيش معرفش نحزن كتير زي ما بيقولوا. فحبيت ان انا اعمل ده بموبايلي بقى، ان انا اتريق على بابا مثلا او اتريق على نفسي او اعمل او احكي موقف بموبايلي. فصورت ده بالموبايل ونزلته عندي على الفيسبوك لاصحابي، مش قصدي خالص ان انا اتشهر ولا اي حاجه من دي. لقيت ناس كتير قوي عجبها الفيديو ومسجات كتير جدا، واحنا بنحبك واحنا مش عارفين ايه، وكملي. انتوا مين يا جماعه؟ انتوا مين؟ ما اعرفوش. انا بصور بموبايل عادي. بعد كده لقيت ناس بتقولي كملي، احنا عايزينك تكملي وبتاع. فاما كملت حسيت ان انا بقيت ايه مصطفى المشهوره، يعني ايه مصطفى فجأة. اللي بتعمل فجاه. هي انت كنتي محجبه مش كده؟ وبعدين قلعتي الحجاب. ده كان اكتر وقت خدتي فيه هجوم او اتهاجمتي بشكل كبير؟ لا، انا اتهاجمت كتير قوي يعني. انا للاسف المشهور على السوشيال ميديا بيبقى دايما تحس ان حياته شخصيه شويه مفتوحه. فاي قرار باخده في حياتي بتبقى الناس عارفاه، بتترجمه بالشكل اللي هو عايزه. عشان كده كتبت التعليق ده على على الحجاب، وندمت ان انا كتبت كده، لان الناس بتاخده على اساس ان هو مبرر لحاجه انا عملتها، مش توضيح او اي حاجه من كده. كنت بتقولي ايه هنا في التوضيح؟ كنت بقول ان دي حاجه بيني وبين ربنا جدا، وان انا مش هعمل حاجه تكون نيتها خالصه لربنا لحد تاني غير ربنا. لما اي بني ادم لما بيبقى جواه كده في فتره من الفترات بيحس ان هو خلاص زهق بقى، انا بعمل كده ليه؟ انا مش بعمل كده عشان خاطر ربنا. فانا كنت شايفه نفسي في حالة نفسية كده، شايفة نفسي مش حلوة خالص بالحجاب، اللي هو مخنوقة بقى، فيه خنقة كده. فلما جربت أعمل أقلعه وأمشي بيه في الشارع من غير ما أعرف الناس كلها، لقيت نفسي ارتحت، مرتاحة من جوه، وحاسة إن أنا في عبء كده اتشال. معرفش إيه ده، معرفش إيه الحالة دي، معرفش هي إيه صراحة، ما ترجمتهاش. طب بس حتى لما عملتي كده، هو أنت انتقدتي لأنك طلعتي وقلتي عن القصة دي، وكأنك بتروجي لقلع الحجاب، هو ده اللي ضايق بعض الناس. بالظبط، بس ربنا وحده اللي يعلم ان انا الكلام اللي كتبته ما كانش قصدي خالص ان انا اقول للبنات يا جماعه لا الحجاب ده وحش. انا كان في كلامي بقول انا بدعي ربنا ان هو يحببني في الحجاب زي ما انا حابه اقلعه دلوقتي. بدعي ربنا دلوقتي، انا دي حاله من جوايا، حاله نفسيه مش هقول حباها ولا مش حباها، بس الموضوع علاقه بيني وبربنا. يعني انا قعدت مع ربنا واتفقت معاه على اتفاق بيني وبينه، بس ما كانش في حد قاعد معانا، وخدت القرار ده وانا واثقه في ربنا في حاجات كتير قوي. فكتبت ده مش مبرر ولا انا اقول انا عملت كده ليه ولا اقلعوا الحجاب، انا كتبت ده كتوضيح ان انا من قلبت الايه كده مره واحده، فجاه ظهرت بشعر كيرلي ومش عارفه ايه. فاكيد لازم جالك كام فيور على فيديو الحجاب؟
الفيديو الحاجات دي حاجه تانية خالص. انا مش كنت بتريق عن البنات اللي بيعملوا الحجاب اللي هي الطالعه لفوق دي. انا زمان خالص وانا في ثانويه عامه كنت بعملها يعني. انا مبطفه انا كنت بعمل كده. فجيت قمت عامله فيديو على الحاجه السيئه قوي اللي انا كنت بعملها دي. عملته فيديو اكني بلبس طرحه عادي. طب نشوف الفيديو ده. اوكي يلا بينا. اهلا بيكم في ثلاث حلقات من حلقات برنامج اسحي هنا الموضه عندنا. اسحي هنا ايه؟ الموضه عندنا. في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن النصايح اللي البنت بتحتاجها واتكلمنا كمان عن الميك اب الموضه السنه دي. الاخت اللي كانت معانا في اول حلقه اللي كانت بتتكلم عن الميك اب قالت حاجه حلوه قوي عن القبه اللي البنت بتحتاجها، بس يفرق من البنت المحجبه والبنت اللي مش محجبه في حجم القبه. مش محجبه بتحتاج كيس صغير عشان تكبر تعمل قبه، لكن البنت مش محجبه بتحتاج اكياس كتير. وبدل ما حضرتك تجيبي اكياس كتير انت ممكن تستخدمي كيس زباله كبير جدا، هو بيبقى الحجم المناسب اللي حضرتك بتحتاجيه. البتاعه دي بتبقى شبه الشراب شويه، بتلاقيها عند اي بيوتي سنتر او اي محل اكسسوارز بتاع اي بنت. بتجيبي البتاعة دي كده وبعد كده بتحطي فيها الكيسة كده اهوت زي ما انتوا شايفين معايا، نحطها هنا ونربط عليها الطرحة. سورتيت العجيب اللي معانا النهاردة هو بيبقى شبه حبل غسيل وبتربطيه كده اهوت عند قبضك وبتشدي جامد قوي علشان ما يفكش. بتمسكي القبة وتحطيها فوق، تقدري حضرتك تثبتيها بأي طرحة عندك مش هتبان خالص كده اهو، وبتربطيها من تحت كده بالشكل ده. دي اول استيب عندنا. اول استيب عندنا. اول استيب عندنا. في موضه كده بدنا لسه بلف طرح كتير قوي بقى عشان تلفي بقى. ايه اكتر حاجه انتقدتي عليها؟ انت عندك ايه 5 مليون فيور على الصفحه بتاعتك. ايه اكتر حاجه الناس انتقدتك عليها؟ وانا طول الوقت الناس ليه بقى قولي لي ليه؟ ايه الناس مش مستحمله الكلام جد يعني ولا لا؟ هو زي ما قلت لك الفكره كلها ان الناس شايفاني يعني مش عارفه، بس هو الموضوع شخصي. اي موضوع شخصي حاسه ان هو مفتوح بالنسبه لي. يعني انا بكتب اي حاجه بكتبها بحسن نيه، بحسن ان انا بفضفض مع الناس، بحسن ان انا بعترف بحاجه، بكتب زي اي حد ما بيكتب على السوشيال ميديا. فالناس بتاخد الكلام ده ان هو ان احنا خلاص احنا لينا الحق ان احنا نتدخل في الحاجه اللي انت بتتكلمي فيها دي ايا كانت هي ايه. ايا كانت انا قرار طلاقي يعني، انا الطلاق الناس تدخلت بشكل فظيع. انت اتطلقتي؟ انا بقالي 7 شهور مطلقه دلوقتي. ايه اللي خلاكي تتطلقي؟ ظروف سيئه جدا يعني، ما اعرفش. هل الفيديوهات دي لها علاقه؟ لا خالص، هو كان مخرج وكان بيصور الفيديوهات بتاعتي، بس حصل بقى مشاكل كتير في الفتره الاخيره. شهرتك مش شهرتي بس مشاكل بقى يعني، حسيت ان انا مش عارفه اتحكم في الحاجه بتاعتي كويس يعني، مش بدي فيها رايي كاملا، مش بعمل الحاجه كليا انا منبوعه من عندي كده، لازم في حد يكون مشارك. وقعدتوا متجوزين قد ايه كنت؟ سنه. طيب يعني مش كتير. مش كتير خالص. عملتي فيديو عن الطلاق؟ عملتي فيديو عن الطلاق؟ قلتي فيه ايه؟ قولي لي بقى كده. عملت فيديو عن طلاق كوميدي جدا. وكنت بقول، بس ما كنتش بتكلم عني شخصيا. بس كنت بتكلم عن الجواز عموما. اديوني بقى مثلي لنا بقى لان ما لقيناهوش. لا كنت بقول بشكل عادي جدا، بقول للبنت يعني انت حضرتك ما توافيش على اي حد، مش شرط ان في واحد جالك الصالون بره انك انت توافقي عليه لمجرد انك انت تتجوزي. طب قولي لنا بطريقتك بقى. ما هو دي طريقتي، بس انا بزعق شويه بتغاب عليهم شويه. يلا ورينا بقى. اللي هو بصي يا حبيبتي، ابصي للكاميرا معايا عشان اتقمص بقى شخصيتي. تقمصي شخصيتي. بصي يا حبيبتي، مش اي حد توافقي بيه يا ماما. مش معنى ان واحد جالك البيت في الصالون يبقى خلاص هو ده المنتظر. لا لا يعني ايه انا مستنيه الناس تقول عليك اتجوزت، او انت مستنيه خايفه تعنسي او الكلام ده كله. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجه اسمها بيضحكوا عليك. واقسم بالله انا واحده مجربه، انا واحده مطلقه ومجربه الجواز. عايزه اقول لك بتبقي الاول شايفه الجواز ده حياه وردي، بتبقي شايفه الشخص اللي قدامك ده جورج كلوني. 5 شهور جواز عبد الباسط حموده، مع احترامي لعبد الباسط حموده حبيبي، بس بجد بيتقلب شخص تاني خالص، وبتحس انك انت رميتي نفسك في النار. ليه؟ لانك انت ما فكرتيش. ليه؟ لانك انت فكرتي في الناس تقول اتجوزت ما اتجوزتش. حبيبتي ادي لنفسك وقت، فكري في الشخص اللي قدامك ده هينفع تعيشي معاه حياتك كلها. لا مؤاخذه ما تعيش مني، لا ينفع تبقى 24 ساعه وشك في وشه كده. لا فكري بس. وانت قررتي بقى انه كده ما تقدريش تقعدي وشك في وشه كده؟ لا اكتر من كده. لا خالص بقى يعني، انت اساسا
كل ثلاث اربع بنات مصر دلوقتي ممكن تقابل مثلا اللي هو جوزها او خطيبها او ايا كان اللي علاقه بينهم ايه، بيبقوا متجوزين مثلا هم مخطوبين بقى لهم شهر بيتعرفوا على بعض او بتبقى عايزه تخلص، يعني فاكره ان الجواز ده هو الامل. اه بالظبط، فده اللي بقوله بقى ما تستعجليش اصبري. ايه الفرق بقى بين الست المصريه واللبنانيه بما انك انت بتعملي بقى ميك اب وكده؟ مصريه ولبنانيه ازاي؟ يعني فرق بقى، يعني انت بتشوفي في الفرق بقى في الستات. المصريه انا بحسها ست عفويه جدا، واللبنانيه في محن زياده عن اللزوم. ازاي بقى؟ بالظبط، يعني المصريه بتتكلم بعفويه، يعني يعني الفرق بقى ها 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 عادي مفيش مشكله، لكن اللبنانيه دايما مصطنعه، بحسها مع احترام اللبنانيات بس انا ليا اصحاب لبنانيات فدايما بحسهم اللي هو انا عارفاها في البيت بتضحك كده، هي بتضحك في البيت، لكن قدام حد تاني لكن انا بحس ان الست المصريه بره البيت جوه البيت هي هي، يعني حتى لو في اختلاف شويه بس مش اختلاف كده تضحك برقه قوي، في رقه لا فيش رقه خالص، يعني عفويه جدا. ودي احلى حاجه فيها، فيش رقه خالص. لا في رقه رقيقه اهو يا جماعه، ريفرنس قدامكم ريفرنس. طب نشوف فيديو العزا ريفرنس. راح اعزي يا اختي، راح اعزي مين يما؟ جوز صاحبتي يا اختي، جوز صاحبتي اتخطف يا اختي، اتخطف، راح من زي الورد يا اختي، من زي الورد، لسه صغير 65 سنة يا حبيبتي، وعياله يا اختي عياله لسه صغيرين خالص خالص، لسه في عز شباب، في عز شباب والله. كانت بتقولي انا كنت حاسة ان هو هيروح مني. لا ما تقوليش كده يا اختي، لسه في عز الشباب وربنا يخليهولك يا رب. تخيلها يا اختي وهي بتعيط عليا، تصعب عليا قوي قوي يا اختي. راح منها يا اخويا، معلش يا اختي. احنا بنروح العزاء بكميه المظات وبتاعات، ده العزوات دلوقتي بقت واجبات اجتماعيه. ده حقيقه، وميك اب فول ميك اب وبتاع انت بتحبي التمثيل؟ عايزه تمثلي ولا هو ده كل حلمك يعني؟ لا هو تقريبا انا اكتر بني ادمه في الوجود نفسها تثبت على السوشيال ميديا، ما تطلعش تلفزيون، نفسك تفضلي على السوشيال ميديا، نفسي يبقى كل حاجه اعملها مستقله جدا. وابقى على السوشيال ميديا يعني. ده بيجيب فلوس يا آية؟ بيجيب، بس مش يعني لسه ان انا انتج من الفلوس اللي تجيلي من على السوشيال ميديا لسه ما حصلش. بس هيحصل قريب اعتقد يعني، لكن ما بيجيبش الفلوس الناس متخيلاها يعني. انا ناس فاكره ان عندي 5 مليون جنيه. ايوه 5 مليون مشاهد ب 5 مليون جنيه، 5 مليون لايك يا جماعه، والله مش 5 مليون جنيه لايك. ايوه مره حصل معايا موقف زمان قبل ما يعني كان عندي 3 مليون حاجه زي كده، وكنت راكبه باص عادي، فالناس شافتني، واحد شافني قال لي يا مصطفى، قلت له اما لي فين الميني كوبر بقى والحاجات دي، قلت له معلش بقى قاعده جنبك حضرتك لسه ما جبتش الميني كوبر. تمام. حاسه الشهره ايه؟ عملت فيكي ايه؟ هي على قد غير انها طلقتك. لا خالص، هي مش الشهره طلقتني والله، ظروف تانية خالص، بس هي على قد ما هي كويسه حلوه حاجه لطيفه، وبحس ان انا لما بعمل حاجه ناس كتير قوي بيشوفوها، على قد ما انا حسيت ان في كم ناس دخلوا حياتي الشخصيه بطريقه رهيبه، وده عشان انا مش شخص اللي هو متجنب او اللي هو متقوقع في قوقعه مع نفسه، لا انا دايما بحب الناس اللي قدامي كتاب مفتوح. فلما اتشهرت على السوشيال ميديا بدون مقدمات خالص، في يوم وليله اتشهرت على السوشيال ميديا، فكنت كتاب مفتوح قدام الناس، فحسيت ان في حاجات كتير قوي انا ما ينفعش اعملها، كلام ما ينفعش اقوله، ما ينفعش تقعدي في المكان الفلاني، ما ينفعش تضحكي في المكان الفلاني او تعملي اي حاجه فانا بخرج، انا بكسر القاعده دي دلوقتي. انا بحاول اكسرها باي طريقه، ان انا كده ما بعرفش اتشكل يعني. في هاكرز بيخشوا على صفحتك؟ بيقفلوها؟ اتسرقت مني 6 شهور قبل كده. ياه. والله. ليه؟ بس بموضوع الفلوس، كنت انا مش بيجي لي اي انكم خالص من السوشيال ميديا، فكتبت كده بمناسبه ان كتاب مفتوح، فكتبت ان انا مش بيجي لي فلوس خالص يا جماعه، الناس فاكره ان انا معايا فلوس، انا مش بيجي لي فلوس خالص، الا كل فين وفين ممكن يجي لي فلوس كويسه. ففي حد كلمني قال لي انا ممكن اجيب لك فلوس من البيج بتاعتك، ففرحت قوي، قلت له يلا بينا، فعملت له اديتور على البيج. بس. جاب لي فلوس اول شهر، بس عامل عارفه اللينكات اللي بتنزل شاهد كذا كذا بتعمل كذا كذا عشان الناس تخش، فلقيته بيعمل الشكل ده من الفيديوهات من اللينكات، طبعا رفضته وشلته من على البيج. ايه قصه اللايكات الوهميه؟ هل في فعلا لايكات وهميه بتبقى موجوده؟ طبعا في كل حاجه ممكن تتخيليها على السوشيال ميديا يعني، في ولجان وكل حاجه. انا قبل كده عملت لجان الكترونيه. لجان ايه، ضدك ولا ضدي؟ طبعا ضدي كتير،
بصرف النظر الموضوع كان ايه، بس كان شتيمه، هي شتيمه يعني، مثلا هم مختارين ست شتايم ماشي موزعينهم على 400 واحد وكله بيخش يقول بقى، انت فاهمه؟ فكان كله شتايم واحده اللي هو، فتحسي على طول ما انا بشوف خلاص اللجان. اوكي انا كذا كذا اوكي بس ايه مين اللي بتتفرجي عليه تاني غيرك؟ يعني اكيد في شباب كتير على السوشيال ميديا دلوقتي بيعملوا افكار وكوميديانز وستاند اب كوميديانز وكده، مين تاني بتحبيه؟ هو الشخص اللي خلاني اخد خطوه الفيديوهات كانت بنت اسمها ساره عبد الرحمن، كانت بتعمل فيديوهات، اول بنت تقريبا شفتها في حياتي تعمل فيديوهات بموبايلها، هي اللي شجعتني ان انا اعمل فيديوهات، دلوقتي احنا اصحاب جدا. بعديها تميم يونس بحبه جدا، دماغه شغاله، وناس كتير قوي يعني، ناس كتير قوي انا مش عارفه عندهم، بس كلهم بجد بحبهم يعني، بحبهم جدا. هتعملي ايه بقى؟ قولي لي ايه الفيديو الجاي بتاعك؟ التخسيس. تخسيس؟ انا كنت تخينه جدا وخسيت فعلا. انا كنت تخينه وخسيت، انا خسيت. احكي لنا بقى وقول لنا، قول لنا فيديو التخسيس ده هتعملي ازاي. يلا. هو اي بنت بتقرر ان هي تخس بتملى التلاجه كلها اكل صحي، بتنزل السوبر ماركت بقى تتشجع حماس ابن لذينه ان هي تنزل تجيب كل حاجه اكل صحي. حتى ممكن الميه تقول لك ميه من غير كالوري ميه كده. فانا هعمل اللي انا صحيت من النوم وخلاص بقى، انا هقرر ان انا اعمل اخس النهارده. يلا. وهروح بقى السوبر ماركت واقف قدام الشوكولاته بقى اعيط بقى وبتاع. طب ادينا بقى جزء. يلا. لا هو مش هيبقى فيه كلام. على قد ما هو هيبقى تمثيلي شويه. تقفي يعني قدام السوبر ماركت قدام ال اتكلم اكني بجيب بقى، بعيش مع الناس ستوري بورد كده، بعيش مع الناس، رايح اجيب الاكل وفي الاخر اكل برضو شوكولاته وحاجات من دي. وانت يعني بتحبي الشوكولاته اكيد ولا حاجات دي؟ خالص بحب الشوكولاته خالص يعني، بنت الوحيده تقريبا بتحب الشوكولاته. مين من الكوميديانات بتحبيه؟ المعروفين يعني. كنت بنت مش راجل. الستات. ستات. سعاد يونس بحبها جدا. طبعا. مين كمان؟ انا بحب السويري البابلي مثلا. سعاد يونس بحسها شبهي شويه يعني، بحسها كانت ممكن فظيعه، انا بحبها جدا. ومين تاني؟ ما بتذكرش اسماء، بس من الجداد مثلا. مين الجداد؟ هو سعاد يونس معلم معايا قوي. بس اقول لك مين رجاله؟ مين رجاله؟ بحب سمير غانم جدا. وعادل امام طبعا. الناس اللي بس تقريبا. ممكن تقفي على مسرح تعملي ستاند اب كوميدي؟ جربت. جربت اعمل كده. بس قعدت احكي حكاوي يعني، قعدت احكي يعني الناس تفاعلت معاكي ولا انت خفتي ولا ايه؟ بس الموضوع مش سهل. ما هو الموضوع مش سهل، هو كان في تيدكس، المفروض انا طالعه بعرف الناس نفسي عادي جدا، مش يعني مش بقول حاجه تضحك ولا اي حاجه. فحكيت موقف عدى كده في دماغي قمت حكياه، فالناس ضحكت جدا، فحكيت موقف تاني في الثالث، فالموضوع قلب. ايه الموقف اللي حكيتيه؟ من ضمن المواقف، هو موقف يعني ما فيهاش بس هقوله. ان انا اول ما طلعت من اعدادي لثانوي عام، ثانويه عامه، كنت لسه طفله يعني ما اعرفش اي حاجه. فلما رحت ثانويه عامه لقيت بقى ان في حاجه اسمها ارتباط، في حاجه اسمها حب، ولازم ارتبط، ولازم يكون عندي بوي فريند وحاجات كده. فقعدت جنب بنت صاحبتي تقول لي انت لازم بقى يكون عندك بوي فريند، انت خلاص بقيت ثانويه عامه لو لازم تاخدي الاستاب دي. فقلت لها بعمل ايه؟ قالت لي بصي انت بتمشي في الشارع وبتختاري اي حد، لو اعجبت بيه نظرات بتاع بتتعرفوا على بعض وخلاص يعني، بيبقى البوي فريند بتاعك. فنزلت مروحه بيتنا عادي. ايوه. فماشيه لقيت سنتر موبايلات، في واحد قاعد جوه امور شويه كده. فقلت خلاص هو ده يعني، خلاص هو جنب المدرسه وقريب ومش هيكلفني كتير. فروحت تاني يوم قلت لها تمام انا خلاص يعني لقيت البوي فريند بتاعي. طب كلمتيه؟ لا ما كلمتوش، انا لقيته خلاص يعني، انت بقى خدي معايا شجعيني اعمل كده. فجت معايا وقفنا قدام السنتر، فبتقولي طب نخش نقول له ايه؟ قالت طب بصي هو معلق بوستر لعماد متعب، خش اساليه على البوستر ده بيتباع ولا لا. تمام. فانا دخلت بقى بكل ثقه فظيعه ودخلت له مساء الخير. قال لي مساء النور. قلت له سمحت هو بوكسر عماد اللي بره ده بيتباع؟ قال لي ايه؟ قلت له بوكسر عماد اللي بره بيتباع. قال لي بوكسر عماد؟ قلت له قال لي بوكسر عماد فين؟ قلت له حضرتك معلقه بره. انا معلقه بوكسر عماد بره. قال لي بوكسر ايه؟ انت متعلق بوكسرات اللعيبه يا ابني. اللي هو في الاخر عرفت، ما كنتش عارفه بوكسر يعني ايه اصلا وقتها. فلما ادركت يعني بوكسر ما عدتش من قدام السنتر تاني، ما رحتش المدرسه تاني اصلا، كنت ولدت من ورا كده عشان اكون بوكسر عماد. بس هي ميرسي ضحكتيني، وانا بقى كتير ما ضحكتش بصراحه. ربنا يخليك. وانا سعيده انك معانا. ونفسك في ايه؟ نفسي في ايه؟ نفسي الفتره الجايه ان شاء الله
يعني اعمل حاجات بروفيشنال اكتر على السوشيال ميديا وتكون مكتوبة كويس بشكل كويس، حاجة الناس تستفاد منها بشكل كلي، كوميديا وكل حاجة، بس الناس توصل لهدف في اخر الفيديو. انا بعمل ميك اب سبيشال افكت عامه، فبرضه من ضمن الحاجات اللي بحب عايزه اعملها ان انا افتح ورشه هنا في مصر وابدا يعني اطور من نفسي في الشغل ده واكبر فيه هنا ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله باذن إن شاء الله. دي كانت آية مصطفى. نخرج فاصل بقى، وبعد الفاصل عندنا ثلاث مواهب مختلفة، عندنا طبلة وعندنا ساوند كلاود وعندنا أول حد بيتذوق الطعام، كل ده على السوشيال ميديا.